25 عاماً مضت، 25 عاماً من الإبداع ودخول مصر عالم الفضاء وميلاد شركة مايلسات المصرية. العام 1996 بداية انطلاق مصر ودخولها مجال الأقمار الصناعية. مايلسات تغطي منطقة الشرق الأوسط ومحيطها العربي والإفريقي. العام 1998 وبداية الحلم المصري، انطلاق القمر الصناعي المصري الأول مايلسات 101 بتصنيع من شركة ماترا ماركوني الفرنسية، وبواسطة الصاروخ الفرنسي أريان سبيس 4 يتم تشغيل وإدارة القمر من خلال خبراء ومهندسين مصريين. ومع إشراقة الألفية الجديدة انطلق القمر الصناعي المصري الثاني مايلسات 102 بتصنيع من شركة ماترا ماركوني الفرنسية، وبواسطة الصاروخ الفرنسي أريان سبيس 4. نايلسات 101 ونايلسات 102 استمر القمران معا في الموقع المداري 7 درجات غربا، يحمل كل منهما 12 قناة قمرية تغطي المنطقة العربية والإفريقية وبعض الدول الأوروبية. ومع اقتراب نهاية عمر القمر نايلسات 102 بدأ التفكير في دخول الجيل الثاني من الأقمار الصناعية بتصنيع القمر نايلسات 201 بواسطة شركة تاليس أيونا سبيس الفرنسية. العام 2010 انطلاق القمر الصناعي المصري نايلسات 201 بواسطة الصاروخ الفرنسي أريان سبيس 5 بسعات فضائية تتجاوز إمكانيات القمرين 101 و102 مجتمعين، وب 26 قناة قمرية تلفزيونية وأربع قنوات في حيز KA-band مع تغطية لمنطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، الخليج العربي وبعض دول جنوب أوروبا. الخبرات المصرية وتشغيل وإدارة أقمار نايلسات من محطتي تحكم في مدينتي القاهرة والإسكندرية، ودائما يتم تحديث نظم التحكم وإدخال العديد من التقنيات الجديدة في مجال البث التلفزيوني الرقمي والتلفزيون عالي الجودة والخدمات الإضافية المتنوعة، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمحطات التلفزيونية والإذاعية وبأعلى التقنيات ووفقا لأحدث التطورات التكنولوجية. العالم يشهد تطوراً مذهلاً في مجال صناعة الأقمار الصناعية. مايلسات كانت دائماً في المحك، وكبت شركة مايلسات هذا التطور التكنولوجي الهائل، وبدأت عام 2016 في دراسات فنية واقتصادية وتسويقية، وتم بالفعل التعاقد مع شركة تاليس إلينا سبيس على الجيل الثالث من الأقمار الصناعية مايلسات 301، يتم إطلاقه بواسطة أحد صواريخ شركة سبيس إكس الأمريكية في خطوة تكنولوجية رائدة وإيجابية في مجال العلاقات والتعاون مع شركاء الأمريكيين. نايلسات 301 وقفزة هائلة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، يعمل وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في مجال صناعة الأقمار، ملبياً لاحتياجات وطموحات الأسرة العربية والإفريقية بتنوع هائل في المحتوى الثقافي والفني والرياضي والإعلامي من خلال أكثر من 50 مليون نقطة مشاهدة هم عملاء نايلسات. القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 يحتوي على 38 قناة قمرية في حيز KU-band، بالإضافة إلى 6 قنوات جديدة في حيز KA-band لخدمة الإنترنت عريض النطاق. نايلسات 301 وقنواته القمرية الجديدة التي تمكنه من تغطية دول حوض النيل ودول جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مناطق التغطية الأصلية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجنوب أوروبا. يحمل القمر المصري الجديد نايلسات 301 ترددات قنوات قمرية تماثل تقريباً 3 أقمار الصناعية التي أطلقتها من قبل شركة نايلسات. التطوير التكنولوجي الفائق في تصنيع نايلسات 301 أضاف إليه العديد من المميزات، منها زيادة قدرات البث والاستقبال التلفزيوني، توفير قدرات مرونة عالية للمناورة بالترددات وتغيير مناطق التغطية، التغطية الكاملة لجمهورية مصر العربية بخدمات الإنترنت عريض النطاق، إمكانية مكافحة التشويش على ترددات القمر مع إمكانية تحديد مصادر التشويش، استخدام نظم تشفير جديدة لحماية عمليات التحكم في القمر مايلسات 301، إنشاء نظم تحكم أرضية جديدة بأحدث التكنولوجيا في مجال التحكم في الأقمار الصناعية. نايلسات تسعى دائماً أن تقدم لعملائها أحدث ما وصل إليه العلم في مجال تصنيع وإدارة وتشغيل الأقمار الصناعية، أن تكون دائماً موضع ثقة واعتزاز لعملائها في كل مكان، أن تكون دائماً جديرة بما وصلت إليه من مكانة تستحق معها الصدارة والريادة في مجال الأقمار الصناعية، خدمة للمواطن المصري والعربي والإفريقي. نايلسات